احنا دابا غادي ناخذوا تيكي ديال مترو ومن بعد فين غنمشيو فيصل؟ غادي نمشيو لايمينونا الخوش. فين؟ ايمينونا. ايمينونا ما عرفتش قال المهم دابا غادي نمشيو نتحركوا لتما ونتلاقاو مع الدراري صحابي اللي كانوا كتشوفوا معايا في المغرب. المهم شي حاجه زوينه في هذا البلوك ان شاء الله. يلا تحركوا معايا. هاد الكارطة كتستعملوها في كلشي. دوز سير السعب الصامات الله يحفظك. دابا هبطنا من الترام وجينا للبلاصه هذه اللي سميتها سيركيجي. دابا غادي نتسناو الدراري يجوا عندنا وغادي نمشيو نشريو واحد اللعيبه ضروري اللي بقاو فلوغيو بها فهاد الناس اللي بقاو هنا في تركيا وما كاينه عزو والنشاط. الدراري دابا خصنا غير يبانوا لي غنغفلهم ونقصدهم ديريكت. تلاقيت مع عبد الله دري ايوب. ايوب اكسكيرزيون. خلينا في المغرب صاحبي تلاقينا دري جيتي عندي ماشي جيتي دير هنايا. المهم الخوت هي دابا غادي ناخذوها. اش هادي؟ شوف هادي غادي نعطيها ليك كادو. شوف غنعطيها ليك كادو هاني صافي العز. المهم جينا لهاد البلاصه هادي وفيصل اسمي سميت هاد المول هذا ولا هاد البلاصه هادي سيركيجي. المول ديال سيركيجي غادي ناخذو الطرون باش نبداو نديرو لكم بها لي سينما طيب ونطلعوا السما ونبلبلوا عليكم هنا في تركيا وما كاينير الفلوقات زوينين ونعطيكم الثمن ديالها بشحال خدينا وداكشي كامل وغادي نمشيو لشي بلاصه اخرى مازال كاع ما فطرت. الدرون رخيصه داكشي علاش قلت لكم اللي باغي ياخذ شي درون اسيا ياخذها في تركيا من بعد يمشي لشي بلاد اخرى يمكن تدخل على تقريبا رخيصه بارابور المغرب. المغرب واحد المولنيت كاين في الفوق رخيصه رخيصه وداكشي اللي كاين. المهم غادي نعطيكم الثمن شحال باش غادي ناخذوها وداكشي اللي كاين كاع المعلومات نحطهم لكم في هذا الفلوق هذا. عبد الله شحال باش خديتيها؟ تقريبا تقريبا 2900 ليره. هذا هو الثمن ديال الدرون. الكاميرا اللي كتفرفر هذه الكاميرا افرفر فيها بزاف د العياقه كتفرفر بزاف. يا الدرون اخوتي خدينا الدرون باقي وغادي نمشيو دابا فين انت استوى؟ جزيره الاميرات. جزيره الاميرات اخوتي ومن بعد نمشيو لانطاليا عند الاميرات. كان جاي بنات ماشي اميره يا ربي. المهم هذه هي الدرون اللي باغي ياخذها في اسيا يجي لتركيا هنا فين ياخذها رخيصه. اسيا هو عيشه حتى هي هو اسيا. وهذه هي الخوت هذه هي الريموت ديالها كويس خربي يا ربي امين. يا الريموت دا خويا ديال اللي عايز خربي غا بلاتي فكرتيني ارست لا لا كرزت سوف اورثك واحد الحاجه الخوت. لا اذا كنتو غادي تاخذوا الدرون ضروري الباسبور ديالك سامسونج. ضروري الباسبور باش تكتبوا على سميتكم. باش تكتبوا على سميتكم هذه هي الحاجه الاولى اللي كاين الا كنت غتشريها هنا. بسم الله عبد الله 4 مليون هذيك عبد الله. يلا صافي حنا خدينا الدرون ودابا غادي نمشيو فين غنمشيو دابا ايوب؟ دابا غادي نمشي اخويا غير نتقهواو بعدا. نتقهواو ضروري يتحل. دابا راه حلينا بهادي ودابا خاصو يتحل عاوتاني. يتحل دابا الدماء خاصو يتحل. يلا كيفاش غادي نديرو ناخذو لاكارت ديال اسطنبول اللي هي بحال هادي داكشي التيتوريالات ديال الامير الراغب كاين ولا لا؟ كاينه. غناخذو دابا وحده بحال هادي تديرو تمشيو تركو هنايا تختارو هنايا لعيبه غادي ما خداماش الخوش صلحوها سير الاخرى ها هي ما خداماش. قال لك اسيدي واش باغي تشري كارطه؟ قول لي سرطاجو هنايا الخوش هادشي ماشي طاكسي ماشي طاكسي يلا جوال يلا 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 مترو مترو هذا كاع في العربيه قال قال قال
الله يقاسم. ناصر يونسي يا الله شكر ساس. هادو الخوت هادو الخوت شن نقول كاتبين عنده هنايا يسالوني ما تريدون يسالوني ما تريدون هادو دايرينهم هنايا البلديه ديال الفاتح باش باش دايرينهم التوريست فهمتي يعني كاين توريست كيوريو الناس اللي كيتجلاو عرب انجلي كلشي فهمتي كاع اللغات عندهم هنايا ادخلوني هذا القناه تيهضروا بالعربيه واقيلا راه كيعرف عربيه ضروري مزيان بخير العربيه ديالنا راه ما غاديش يفهم صافا مزيان بخير هاني والله لا افهم الا فتحه والله ما يفهم سوى الفصحى نعم يا ابا كبشوت الو هذا ما كيعرف الله اما داش الحيده سير احنا زدنا دابا الله سيدي دوز الدغادة صعب هادو ما تعرفوش الشلحة الدغادة صعب ورسني شلحيت والو هذا السنين ماني كان تقيدي ها لا اتكلم لا اتكلم لونغ لا هذا كينا اسبانيول شكرا صور ماكو طب سميزو وريرا سميزو عبد الله مولا داك الشيء الارض شوف 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 مريح انك طب سميزو وريرا انك طرست بعد كده انا غادي نمشيو نشدو دابا الطرام اللي غادي يدينا للتقسيم ولكن فين غيدوز تحت الماء والدوام دار القرش دار القرش جيمو بارطاج لي 60 دولار لا شتي ديك 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 البارطي ديك الزجاج اللي كاين عند ازيان ما نخلو الوسطى هي الامين ديال ازيان من قلبي تركيا المهم ملي غادي ندخلوا غادي ندخلوا حتى ما غادي نصور لكم شي لقطات تما زوينين وداك الشيء اللي كاين طوب باش نطرص وخلص ترى وي يا صاحبي الزحام ديال بصح ما داش قال طرا ما سكاس رو دي ستري بويد سليف ماغ اه هكا يلا بخير بسم الله مرحبا بكم انا عامل سيدي هو اسميضه الشارع الداري معروف بزاف هو شارع تقسيم شارع الاستقلال اللي معروف بشارع المليون كما كيقولوا باللي راه ما عرفت كيفاش تحصى ياه ما عرفناش كيفاش هاد فيصل هو اللي قال لي هاد المعلومات خوش هنا شي مليون واحد كتجي غاديه جايه مليون واحد وبالنهار ما كيخواش وبالليل حتى هو ما كيخواش وديما مروج هاد الشارع هذا اللي هو شارع المليون اش ما نقول شارع مليون بحال والو نقدروا نكونوا حنايا من جوج د المليون هنا والله مشوفوني هنا شوفوا واحد القضيه اخرى 5 د العشيه دايره عندهم بحال 10 د الصباح عندنا حنا في المغرب 10 د الصباح الخوت عرفتي ها كاين حوايج شي واحد يحك راه كيدور ايوا لا حط حط طا واش نتوما المغرب هيا شوف هذا سميتو دابا والجيرة دابا ماكدو يا سيدي سون ديفيت المهم خصي ومن بعد فين غنمشيو سون ديفيت دوم واحد اللعيبه فاش كاري انا غير فاش كوموندي والناس كيشدوا لا كوموند كيديروا واحد اللعيبه كطلع عاوتاني الفوق دابا نوري هاي اللعيبه اللي كتليكم كدوز فيها لا كوموند انا فرماج زين هنا واحد البلاصه هنا واحد المول غادي نتقداو شي حاجه شي لعيبه شي حوايج حيت ما جبناش الحوايج بزاف صبر شوفوا قيلات هنا كاين هنا شي ديكور ناضين هنا التيشيرتات الله يلاه ناضين بالله
مثلا جينا هاد البلاصه اللي هي غلطه تطور اللي كاينه في هاد الفوق هذه هي غلطه تطور اللي كانت شحال هذه اللي حبس ودابا ولات بعشق ديال المناظر كتطلعوا عليها السويح وكيتصوروا داك الفوق وكيشوفوا اسطنبول من الفوق كي دايره وزوينه بزاف وطالع عليه هي بزاف ديال الارتفاع وكتصوروا من هاد الفوق دونك شي حاجه واعره كيطلعوا عليها السويح وكياخذوا دي فوطو تما دي سوفونير من الفوق وكيتصوروا مع اسطنبول كامله نقدروا نطلعوا عليها ولكن ماشي دابا حتى غدا ولا ان شاء الله ولا بعد غدا غادي ضروري نمشيو لها تايا نتصوروا فيها وهاد الفوق هذا كما شفتوا دابا راجعين فحالنا بالطرام وغادي نمشيو لاقصراي تما غادي نابلودي الفلوق ديالي وغنتلاقى مع واحد الدري حتى هو ومن بعد غادي نمشيو للدار المهم عتيه ديال بصح دوز واحد النهار يبوب عليه بزاف فلوق عامر من الصباح مشينا شرينا الدرون سكلنا شرينا حوايج درناهم كاملين دونك دابا غادي نمشي نشد الطرام باش نمشي فحالي لاقصراي انا لواحد القهوه انا لقيتو فيها هو حفيظ الله يبارك فيك كيداير اخويا الله يلا بخير الله ينورك كيداير الخوت هاني اف جي بلان الحمد لله 5 احنا جينا لاسطنبول الله يلا مرحبا بك الله يحفظك الله يحفظك انت صاحبي الله يلا مرحبا المهم حفيظ الفلوقات ديالو ناضين شوف دخلوا لعندو حتى هو سيبورتيوه بين حتى هو يوصل 100,000 داكشي اللي كاين تبارك الله عليك اودا سي حفيظ الله يحفظك حبيبي الله يحفظك